بدعم من مركز الدعم والتنسيق المالي بسوريا في ولاية شانلأورفا التركية، وبالتعاون مع جمعية بيت السلام الخيرية الباكستانية، أعلن المجلس المحلي لمدينة رأس العين عن افتتاح مخبز آلي في المنطقة، وذلك بعد عمليات ترميم خضع لها المبنى القديم وتبديل الآليات الموجودة بداخله. تم اليوم افتتاح المخبز الآلي في مدينة رأس العين، وقد تشرفنا اليوم بزيارة السيد الوالي عبد الله أرين قادما إلينا من أورفا، والوفد الباكستاني المرافق له. سررنا كثيرا بمجيئهم، نشكرهم كثير الشكر، كما ونشكر كل من ساهم في هذا المخبز. حقيقة يعني حدث عظيم في تاريخ رأس العين. وفق المجلس المحلي، فإن المخبز الآلي سوف يخدم نحو 100,000 نسمة تقريبا من سكان المنطقة، حيث يعمل المخبز بقدرة إنتاجية تصل إلى 20,000 ربطة خبز. الآن احنا ركبنا خطين جديدين، إنتاج الخطين تقريبا من الوردية الواحدة إلى 25 طن إن شاء الله. حاليا يتم تركيب الخطين بعد إجراء صيانة كاملة لكل بناء الفرن من جديد. خلال أيام إن شاء الله راح يكون الخطين جاهزين للإنتاج إن شاء الله. هذا الخطين راح يغطي كل منطقة رأس العين، وممكن أنه حتى مناطق ثانية تستفيد من هذا الفرن. طبعا هذا الفرن حديث جدا، يختلف عن الفرن السابق، خطوطه كلها حديثة جدا، وحتى نوعية الخبز أفضل من النوعية السابقة إن شاء الله. فإحنا نوعد أهلنا برأس العين إن شاء الله أنه ما راح يكون نقص خبز نهائيا، لا حاليا ولا بالمستقبل إن شاء الله. تولى مركز الدعم والتنسيق المالي بسوريا في ولاية شانلأورفا ببناء المخبز، حيث حضر مراسم افتتاح المخبز والي شانلأورفا عبد الله أرين، الذي أكد بدوره أن افتتاح مثل هذه المشاريع يساهم في تعزيز الروابط بين شعوب سوريا وتركيا وباكستان.